and locus of a point. شو يعني locus؟ locus يعني path، طريق البوينت، يعني هيدي البوينت وين بتمشي. يعني مثلا نقول طلب مني هاي نقطة ام، عشو بتمشي هاي النقطة؟ اول قاعدة بيجي شو بعمل، بوصلها، هي هيدي النقطة variable اصلا، هي متحركة لانه بدها تمشي. بيجي شو بعمل، بوصلها على نقطة fixed، مثلا هيدي النقطة O، هو كان قايل لي انه هيدي الاو ثابته fixed، فانا اول شغلة بقول له انه الاو fixed. جيت اطلعت بالاو ام لقيت قياسه 3، هيدا القياس 3 معناتها كمان فيكست، القياس عم نحكي القياس فيكست، يعني انا كيف ما تحركت بالام لازم تكون 3، يعني هيدا مثلا 3 لازم اذا حركتها تضل 3، تضلها 3، يعني هيدا 3 ثابت، هيدا عدد 3 ثابت، معناتها عندي الاو ام بيساوي 3، يعني كونستانت ثابت، هيدا العدد ثابت، فأنا إذا حركت الأم لهون مفروض تكون 3، صح؟ بدي حرك مثلا لهون كمان لازم تكون 3، لازم هيدا يضل 3، معناتها الأم وين عم تمشي؟ وين طريقة للأم؟ عم تمشي على سيركل. شو السنتر اللي إلها؟ دايما كيف ما عم بمشي؟ عم بمشي 3. كيف ما بتتحرك الأم؟ لازم تكون بعيدة عن الأو 3، معناتها هي عم تتحرك على سيركل، يعني أنا بقول له الأم moves on a circle، مين السنتر اللي إلها؟ السنتر اللي إلها O، عم تمشي هيك بعيدة عن السنتر 3، with center O and radius قدي لازم يكون؟ radius هو constant بده يكون 3. هاي أول طريقة إنه بتكون الـ O move، الـ M moves on a circle. طيب في عنا كمان قاعدة تاني كمان بتمشي على سيركل، هون احنا وصلناها بنقطة فيكست، بدنا ننتبه شو معي، معي نقطة فيكست ومعي انه قياس كونستانت، معي ميجر كونستانت. القاعدة التانية شو بيكون عندي كمان، هاي نقطة الام هي فاريبل، بدي اعرف الام وين بتمشي، بيجي بتطلع بلاقي الام موصلة على نقطتين فيكست، مش وصلت على نقطة واحدة فيكست، لا، بلاقي انه موصل هي على الـ A fixed وعلى الـ B fixed، يعني شو صار عندي؟ صار عندي نقطتين A is fixed وعندي الـ B is fixed، هيك عندي. طيب نحن هون شو قلنا؟ قلنا الـ O M بدها تكون ثابتة، العدد اللي إلها ثابت. هون شو بده يكون عندي؟ مش بس انه النقطتين fixed، في شغلة تانية بدها تكون عندي، شو هي؟ انه هيدي الـ M هي 90، إذا طلعت لقيت الأم 90 فمعناتها وين بتمشي هيدي النقطة؟ وين بتمشي؟ كيف ما مشيت لازم تكون 90، ها؟ مثلا لازم أعمل هيك بدها تكون 90، كيف ما مشيت مثلا نقول هيك، ما بعرف كيف بدها تكون هون هيك بدها تكون 90، المهم وين عم تمشي؟ وين بتكون عم تمشي؟ عم تمشي على سيركل، هيك بدها تكون، مش دقيقة يعني، بس المهم كيف ما مشيت الآن بدها تضلها 90 وبدها توصل ضلها موصلة على الـA وعلى الـB، معناتها بتكون الأم moves كمان on a circle with، ما عندي السنتر أنا هون، with السنتر مش معروف لأنها مش موصلتها على السنتر، شو موصلتها أنا؟ موصلتها على diameter، with diameter AB، هون سيركل وهون سيركل، بس هون حددت السنتر وحددت الراديوس، هون وصلت صح ان هي موفز الام موفز اون ا سيركل، بس هي ماشي شو على دياميتر AB، هولي قاعدتين اذا كانوا سيركلز. بيبقى عندي شو قاعده واحده اللي هي، هلا في عنا كتير نحن، بس هولي ابرز ثلاثه، انه اللوكس اوف اي بوينت اول مره قلنا سيركل، ثاني مره سيركل، ثالث مره بيكون ستريت لاين. ايمتى بيكون الام موفز اون ستريت لاين؟ هيدي الام، ايمتى بتكون موفز اون ستريت لاين؟ كمان شو بعمل؟ الام فاريبل بوصلها على نقطتين فيكست A و B، يعني انا عندي هاي ثالث قاعده، عندي الاي از فيكست
وكمان ال بي از فيكست. بس في نقطة تالتة، شو هي؟ إذا زيد وصلتهم الام اي والام بي ما عطوني 90 مثل القاعدة التانية، بس عطوني انه الام اي ايكوال الام بي. جيت اطلعت لقيت انه الام اي ايكوال الام بي. اذا الام اي ايكوال الام بي معناتها الام كيف ما رسمتها، مثلا اذا رسمتها لازم تكون الام اي ايكوال الام بي. كيف ما رسمت الام بتكون ام اي ايكوال الام بي. شو معناتها؟ معناتها هي عم تمشي على خط هو perpendicular bisector للاي بي، بيكون perpendicular bisector للاي بي. معناتها الام moves on a straight line هالمرة، مش circle، straight line. هذا straight line شو هو؟ perpendicular bisector of the two points اللي هن fixed of a b. طيب هيك بيكون درسنا درس اللوكس of a point. وقلنا شو يعني لوكس؟ يعني الباث، يعني where does this point moves.